لاي قولي يا بنتي تشلي في ايدك يا عادل وتبتدي معلش قال لا مش قادره اوصف لك يا ناني شعوري لما شفتك اول مره في البازار. كمان عنده شعور الحزيز، حسيت اني عايزه اطبل للتماثيل وهي ترقص احتفالا بيكي. كملي شويه. ايوه يا اختي ايوه، ما هو ده اخره يشتغل طبال في الموالد. ياما قلت لك العيله دي تربيه موالد، ما صدقتنيش. ما كم يا بنت لسانك يا عمان على الزباله ده بقى. احنا فين ولا فين دلوقتي؟ اختي بقى اختك بتتخان دلوقتي. اخرسي خدي عندك دي، خدي عندك ده عشان تعرفي الخيانه. اما قلبي قلبي عنده قلب البيت، فما كنتش محتاجه اطبله، لانه اول ما شافك كان بيرقص من فرحته وسعادته بيكي. ده انا حتى حسيت ان الاذين الايسر بيغيب من الاذين الايمن عشان كان بيهز احسن منه. مش هتصدقيني لو قلت لك اني كنت حاسس بالشريان الاورطي، كان بيزمر كمان حرامي وبياخد مصطلحاتي كمان حرامي. يا سلام منك لله يا عادل، دايما بتكسفني وبتحرجني كده. حتى لما يجي اليوم اللي تكتب فيه جواب غرامي تتكلم على الأوزين وعلى البطين وتخطم بالأمورتي بالأمورتي يا عادل. منك الله يا نو دير نو دير، أنا مش مصدق أنا ولا كلمة من اللي في الجواب ده، ومش ممكن يكون عادل. يا مامي يا مامي يا مامي، شوفي دي شوفي دي شوفي دي، ختم بيها ختم اللي هي تتختم نهايتك يا عادل على إيدي. أنا دلوقتي بلبس ساعة بزنبلة حبيبي، والتماثيل اللي في البازار هركب لها زنبلك عشان كل حاجه في حياتي تفكرني بيكي وباسمك. ناني زنبلك الزفته. مش معقول كده يا حبيبتي، مش معقول. اهدي بقى بليز اهدي، مش كده. وبعدين عايزه اسالك سؤال، انت ايه اللي مخليكي متاكده ان الجواب ده بتاع عادل؟ جواب جبته من جيب بنطلونه، هيكون كتبه يعني المكوجي. مش معقول. انا عارفه خطه المستفز، انا عارفه خطه وحافظاه على ظهر قلب. ناولين الجواب لو سمحتي. بسم الله. ها قولي يا ستي. قولي خطه. نفس الفراغ ده خطه. قال على رأي المثل العالمي، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للناموس والدبان. حبيبتي والكلامك الوحش ده من الأدب. معلش حبيبتي برضو احنا لازم نتأكد، يعني ايه اللي مخليكي متأكدة؟ انا مش مصدقة عادل اللي هو بيتكسف من لو شاف قطة كاوتش بيتكسف منها مرة واحدة كده، يبقى زير نساء. زير نساء ده ايه ياما؟ ده شبه القلة المكسورة. مش قادرة يا ماما، انا مش قادرة يا ماما، انا حاسة ان انا هيجيلي شلل اطفال في الشريان التاجي فاحشاء. يا مامي يا مامي الخاين، يا مامي مش عايزة، انا عايزة اتطلق، انا عايزة اتطلق. الفاجر الفاجر وصل بيها للحطاط السلوكي الاخلاقي والدونيه، انه يحب واحده رقاصه اسمها يعني زنبلك. زنبلك يا عمي زنبلك. هتنفجر يا بنتي كده، مش معقول. بقول لك ايه،